مصابنا في الشمال السوري جلل. هنا في مدينة سلقين، هنا في مدينة سلقين هذه البناية مكونة من 7 طوابق، عشرات العائلات كانت تقطن بها، تم إخراج العشرات منهم متوفين. الآن جاري العمل على انتشال ضحايا، كما أخبرنا أحد الأشخاص الموجودين من جيرانهم أنه يوجد 6 أشخاص من بينهم امرأة وأولادها، وإضافة إلى عائلة ثانية من 8 أشخاص. الآن عمليات فرقة الدفاع المدني ما زالت مستمرة في العمل والبحث لانتشال الضحايا، وعمليات البحث مستمرة في جميع أنحاء الشمال السوري، في جميع المناطق، في جميع المناطق. الآن بعد 72 ساعة نحن نعمل بإمكانيات بسيطة، بإمكانيات بسيطة ومحدودة. الأهالي والأشخاص المتطوعون وفرق الدفاع المدني كلها تعمل جنب إلى جنب بمساعدة وانتشار الضحايا. مدينة سلقين يوجد بها عشرات الأبنية السكنية التي سقطت على رؤوس ساكنيها، العشرات من الضحايا جميعهم متوفين. لا توجد إحصائيات دقيقة إلى الآن تحصي وتعد عدد الضحايا في كل مدينة. نطالب المجتمع العربي والمجتمع الغربي بالنظر إلى منطقة الشمال السوري، ليس إلى فقط سوريا، في بعض البلدان العربية التي أرسلت جسور جوية ويد العون إلى مناطق النظام السوري وإلى تركيا، ونحن في منطقة الشمال السوري ماذا عنا؟ نحن نعمل بإمكانيات بسيطة جدا جدا. في بعض المناطق وبعض المدن الأشخاص يعملون بأيديهم، يحاولون انتشال الركام لإخراج أحد على قيد الحياة. اليوم 3 على التوالي، يوم 4/8/2000، هذا حالنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.